التحسين، أقدم لكم كلمة خالصة من قلبي في حقكم، في حق المربي والمربية الذين أخلصوا بنيتهم وعملهم لتنوير عقولنا بالعلم والمعرفة. أساتذتنا الكرام، رزقكم الله الصحة والعافية بعد ما بعدنا علمتمونا بأن بناء العقول أصعب من بناء البيوت، فلقد كنتم خير بنائين لها، لقد شيدتم وبنيتم عقول كثيرة بمعالم الصدق والأمانة، للنجاح أناس يقدرونه وللإبداع أناس يحسدونه، لذا نحن نقدر جهودكم المضيعة، فعلا أنتم أهل الشكر والتقدير والثناء، أنتم تجعلون من الأمي عالما متعلما، عملكم نبيل بامتياز، أقولها بدون مجاملة ولا أبالي، وأقول كلمة حق فيكم لن أنساها ما دمت حيا، فليكم تعلمنا أن للنجاح أسرارا، وليكم تعلمنا أن لا شيء مستحيلا، إن فعلا